الذي يفترض أن يغار عليه الشخص؟ على ما له قيمة عندي. ربما لا يغار الإنسان على زوجته لأنها ليست ذا قيمة عنده، لا لأنه ديوث كما يقولون، ليست ذا قيمة عنده لا تعني له. بل بعض الناس قد يصل إلى مرحلة بعيدا عن الغيرة أن عنده تلذذ جنسي أن زوجته تخونه، أنها تكلم ويعرف أنها تكلم. بل بعضهم لا يصل يا سيدي إلى لذة الجماع، هزة الجماع، إلا إذا استشعر أن زوجته تخونه في تلك اللحظة. ذلك الاستشعار يرفع الشهوة الجنسية أيما ارتفاع. أقرأ في عينيك استغراب يا سيدي، أنقل لك العلم، لا أنقل لك حالات نادرة، لا أقول كثيرة، إنما هي أكاد أقول أنها قليلة. ليست في بلد معين أو في منطقة معينة، بل في العالم أجمع يوجد هذا. أيوجد عندنا؟ يوجد في كل مكان. ما النسب؟ لا يمكن أن تقررها، لأن هذه الأمور لا يعبر عنها الناس إلا في جلسات خاصة مع مختص يثقون فيه، ولهذه الأمور شيء علاجي. بعض النساء تأتي إلى العيادة تسعى تشتكي: زوجي لا يجد اللذة معي حتى يشعر أني لي علاقة بغيره. ينتشي أيما انتشاء. أهو ديوث؟ أقول لها لا. بعض الناس إذا طلب هذه الأمور على طول وقته هذا له وصف، وإذا طلبها أثناء الجماع وخارج الجماع لا يريدها ويرفضها فهذا له وصف. لكل